من 18 شهور كده كنت بتكلم على موضوع التعويم، وقلت أنا هقف قدام هذا الأمر لأنه بيمس الأمن القومي المصري. طب ليه؟ لأن كان تقديرنا ساعتها الاقتصادي إن إحنا ما نقدرش نعمل ده من غير ما يكون عندنا رقم معتبر من الأموال اللي نقدر ننظم بيها السوق ده لما نسيبه كده. كان ممكن أول نتكلم على أرقام ضخمة جداً، تكلمني في 80 و90 ما هو كده بقى، لكن النهاردة كان لما يكون معايا أقدر أقول رقم تقريبي، والدكتورة هالة تصلح لي 45-50 بين الرقم بتاع المشروع رأس الحكمة وبين الاتفاق مع الصندوق 8-9، مش كده يا دكتورة؟ اتفضلي استريح، اتفضلي. والاتحاد الأوروبي وأيضا أي أمور أخرى، لما يبقى معايا الرقم ده وأقدر إن أنا يعني أعمل سعر مرن طبقا للطلب، يبقى أنا ممكن أنجح، لكن غير كده كان هيبقى في مشكلة كبيرة جدا في مصر. أنا عاتبت رجال أعمال أو عاتبت ناس في مصر الدولار ويراهنوا عليه ولا ياخدوه ولا كده، أنا عاتبت حد؟ عاتبت ناس جابت البضائع وسعرت على إن الدولار ب70 وب80؟ عاتبت حد؟ ولا قلت للحكومة حاولوا تنظموا الموضوع من خلال أجهزة الدولة المختلفة؟ عملت إجراء حد ضد حد؟ ممكن حد يقول لي طب وانت ما عملتش إجراء حد ليه؟ ممكن حد يقول لي كده؟ يعني احنا في أزمة كبيرة زي دي وكمان نعمل إجراءات ممكن تعقد الأمر أكتر من اللازم، ولا نحاول إن احنا نحل المسألة ونتعب كلنا شوية؟ أنا بقول ما عاتبتش حد عشان إيه؟ اوعى حد يزعل من الكلمة اللي هقولها، اوعى تدوا لظهركوا لبلاكوا، اوعوا تدوا ظهركوا لبلاكوا كلكوا كلكوا. الكلام اللي هقوله غريب قوي، ده هم يومين على وش الدنيا، هم يومين كلنا هنقعدهم على وش الدنيا وهنمشي. اللي جمعته ان جمعته بالحلال نفعك، وان جمعته بحاجه تانية هيبقى نار عليك. لو كنت بتؤمن ان في حساب، اذا كنت بتؤمن ان في حساب وان الكون ده ليه صاحب وجابنا وبنختبرنا، اذا كنت بتؤمن بكده ما قلتش للناس ان، وحتى الناس المسؤوله عن الوعي حتى الوعي الديني ما اتكلمتش في حرمانيه اي سلوك من السلوكيات ديت، مع الوضع في الاعتبار ان الامور في الدول مش بالاخلاقيات وبالضمائر، الامور في الدول بالانظمه والقوانين، عشان بس تبقى الامور واضحه. لكن حتى النقطة دي غايبة عننا كلنا، مش عارفين ايه الحلال وايه الحرام في اللي بنعمله، مش عارفين ايه الحلال وايه الحرام اللي بنعمله. انا اسف اني بقول كده، انا مش بكلم كل الناس كده، بقول ان في كتير مننا ما ياخدوش بالهم وبيبصوا على الكلام ده يعمل ايه. تصوروا ان احنا لو انا هكسب نتيجة اللي انا بعمله ده، مش انا راجل بشتغل يعني، بس من ضمن احتمالات اللي انا بعمله ده ان البلد دي تتخرب ونجيل بكل حاجه، الفلوس بره وانا هسافر بعدها على طول ومفيش مشكله يعني. بس انت اوعى تفتكر ان الموضوع انتهى كده، انت مش فاهم حاجه، انت مش عارف ان ليها رب، والرب ده قادر على انه يحل المساله. مين؟ ربنا. ولا اي يوم في اللي فات كان عندي شك والله العظيم،
واسألوا الحكومة لما كنت تقعد واضحكوا لهم بكرة تتحل بفضل الله سبحانه وتعالى. بفضل مين؟ بفضل الله سبحانه وتعالى. ودايما كل ما استقامتنا تزيد وأمانتنا تزيد وشرفنا يزيد هيبقى الفضل أكبر والكرم أكبر معانا كلنا.